والله يا اخوان بدنا ناس زينا، بشر زينا نلعب معهم بالشيك. يا سلام منيح، اسرع جيم بلعبه بالتاريخ. ايوه بالتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احمد وزير دين، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم رح نلعب مورتال كومبات 11. مش عارف شو اللي رجعني لهي اللعبة او شو ذكرت فيها، بس والله اندمت. كل اللي بيلعبوا اللعبة هاي معرقين، يعني تلطمت لقلت بس. المهم بدون ما نطول اكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا. انا بدي واحد حمار، انا بعرفش العب اللعبة. مين اللي اختار؟ انا اختار هذا. يلا بدي اختار هذا الريدن. الحب من زمان هذا. ايش هذا؟ مش عارف هذا اي شيء. قاعد بيسوي اشياء هو، شكله محترف يا اخوان. ايش فيه؟ خلص اختار. ترى نسيت الكبسات دقيقة. هسه تعلمت عليهم بس نسيتهم. اوكي. لا دقيقة. حبيبي طول بالك. بس فقني. والله صفقني. اوكي هاي فتح البلاو. باي صفقت والله يا عمري. لزق من اخيره يا باي. كل هذا ما ماتش. او شيت. بعد كل هذا فاز. اوه صرت الاسنان يا اخي. بان صفقني من اول جيم. ابلع ابلع ورجع لي الضربه. خليني افوز عليك. تكفى تكفى عشان المحتوى. تكفى مش كده. بعرفش حركات كيف انا. في حركه قبل شويه سويتها مش عارف كيف سويتها. اوه شيت. يا ساتر مزعني يا اخوان. اخوان مزعني. كنت يعمل حركة في التلفزيون. مش عارف يسويها. ما زبط معه. اوكي الجيم الاول عادة خسارة يا اخوان. مش محسوب دائما. يلا. بدي العب معي. ثواني. خلاص فقط. اوه شيت. اوكي صديتها. ضربة واحدة. ليتس جو. اوكي الانتقام يا اخوان. الانتقام. هاي الحركة اللي بدي اياها. بطل اسويها.
ايوه شكله سويه مظبوط. طلع لما تعلمت هو طيب يسويها. هو صفقني. راحت علي تقريبا اليوم. يا اخوان بموت. اوكي شو ظبطت هذا. يا رب يكون من دم واشيله. يا رب اخوان تكفون تكفى. سكور اخوان في فينشن بكيف. باك باك داون باك سكوير. اوكي ليتس جو فتلتي. اوكي يا ساتر يا ساتر والله قطع يا اخوان. سكوربيان يلا بس جيب كلمات السر تعونه. هاي اول مره بلعب بسكوربيان مش عارف اذا مش عارف شو حركاته كيف كبسات. اوكي يا اخوان معاه شاكوش هي ومش عادل. اح ايش فيه يلا خرا يا اخوان بعرفش حركاته. هذا سكوربيون يا اخوان صفقني. الو اخوان صفقني والله صفقني يا اخوان. وين معاه شاكوش ايه مش عادل يا حبيبي اطلع برا. اعطيني فرصة يا زلمة ولع عليه. الله يا اخوان هذا بنلعبش معه ما بنمزح معه. عفو الله مش طبيعي يا اخوان. اوكي كيف بدي فنش. لا هي تفنيشه اخوان. هذا مش محسوب معاه شاكوش. لا بديش العب. لا ما بدي ريماتش. استر عليك. لا دخلت ريماتش كمان مره قتلنا خرا. يا حبيبي سيب الشاكوش يلعب مظبوط. والله صح عم ليش ادخل ريماتش ليش ادخل ريماتش. حبيبي بس يا جماعة مش طبيعي مش طبيعي والله. اوح المشكلة مش عارف شو حركاته هذا سكوربيان. لو لعبت برايد احسن لي. صار لي ظهري والعمود الفقري. يا اخوان هذا بديش العب معاه معلش يعني سامحوني. اكو سبب هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.